هذا يقول في دعاء القنوت، هل يقول اللهم اهدنا لمن هديت دائما؟ نقول لا، إن كانوا جماعة ويصلون خلفه يقول اللهم اهدنا بضمير الجمع، وإن كان وحده فيقول اللهم اهدني لمن هديت، يفرد الدعاء. إذا كان له وحده يفرد الدعاء، إذا كان له وللمأمومين فإنه يأتي بضمير الجمع، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره.